معاكم إسراء من شركة كريد، شركة في الأساس شركة مقاولات. مقرها في السعودية ABC، هي بنت أكتر من حاجة في السعودية، ريد سيمول، أبراج المعاد، جامعة الملك عبدالله، كل ده ككونستراكشن. هنا في مصر عندنا شركة مقاولات اسمها MIG، بنت أوتيل هيلن لين مورك وكومباوند جنتي، وأول كومباوند لينا هو كاسل لين مورك في العاصمة. احنا بنتكلم ان هو اكتر من فيز، عندي اكتر من طريقه للسداد. بنتكلم ان فيز 1 و 2 3 سعر المتر، بنتكلم افريج من 12000 ل 14000. بيمنت بلان عندي على 8 سنين، 10% على 8 سنين و10% على 5 سنين بديسكاونت 5%، وعاملين اوفر الكاش بدل ما يسدد اون سبوت، لا هو بيدفع 50% والبيع على 4 سنين وياخد اوفر الكاش اللي هو 30% ديسكاونت. عندي فيز 4 و5 سعر المتر بيتراوح من 12000 معاك لحد افريج 18 او 19000. عندي بيمنت بلان على 10 سنين بمقدم 10% ديسكاونت 5%، وعندي على 7 سنين بمقدم 10% ديسكاونت 20% ايكوال انستولمنت، وعندي على 5 سنين بمقدم 10% ديسكاونت 25%، ونفس اوفر الكاش على فيز 4 و5. بنتكلم افريج من 1,100,000 لحد 1,500,000 1,600,000، احنا مدين 5% اكسترا ديسكاونت على فيز 4 و5. بلس عندنا كومباوند تاني في اكتوبر جنب مول في اريبيا اسمه افريج. المقر بتاعنا عندنا في 0.192 في التجمع.